أخبار اليوم. نيلي لها مشهد تحت المياه بالديكور كله بينزع تحت المياه. أنا عندي مشهد تحت المياه بس من غير ديكور. بس هو تاني لسه ما ظهرش أعتقد. وزاد بقول لك زي ما قلت قبل كده إن وجود درجة ارتفاع درجة الحرارة وأنت بتمثل على إن أنت في الشتاء وبتلبس لبس تقيل ده في حد ذاته ده بص. واحد ساعات ما بيعرفش يكمل نفسه وهو بيمثل. دي الصعوبة. عشان كده برضو ما عندناش بنمثل في الاستوديوهات كتير زي الاول وده في حد ذاته مرخ للممثل. بس احنا عندنا طول عمرنا بنغزل بقيت حمار بلاش رجل حمار بقيت حمار. يعني الممثل بيشتغل في اصعب مش حد في العالم بيشتغل في ظروفنا على فكرة خالص. بس ده طبيعي في كمصريين ده طبيعي. حتى اللي جم اللي كانوا شغالين في بلادهم قبل كده وجم مصر اتعودوا قال لك هو النظام كده اوكي. قال لك ده السر بقى اللي خلى مصر هلود الشرق. يعني انك المفروض تتصور 8 ساعات او 10 ساعات او 12 ساعة لا انت بتخلص 14 ساعة. وساعات في ناس السنة دي مش احنا طبعا بس السنة دي انا شفت ناس بيصوروا بال 24 ساعة طبعا دي هلاك يعني وضد فكرة التمثيل. احنا معنا مخرج مبدع بس هو اقتصادي يعني معنا ما بيستخدمش الجرافيك او الحاجات دي كحلية او ابهار. هو بيخدم مشهده. انت عندك مشهد في حد بيرجع عنده حالة نفسية وبيحلم فعنده مبرراته لاستخدام ده وهو شاطر فيه ومقدمه بشكل الناس كلها. يعني من اول اعلان نزل للمسلسل انا نفسي اطمنت على كل الجرافيك اللي هيتعمل من اول اعلان اللي هو سحب من الصور والهليكوبتر وعمل رد فعل حتى في الوسط. يعني ده من الحاجات بقى اللي تخليك اقول لك ان شوقي المجري ده مش سهل. يعني هو نفسه قال لك انا ما عنديش مشكله حتى لو الناس عرفت مين اللي عمل الجريمه دي في اول مشهد اساسا لان المسلسل مش بوليسي. ولو قلت ان انا اللي قاتل اقول لك التوقعات اللي في الشارع يا انا اللي قاتل يا امها اللي قاتله يا نيلي اللي قاتله. في ناس حتى اتهموا الطفل احمد داش اللي هو بيعمل دور ادم ان هو ممكن يكون قتل. يعني الحاجات دي لو اي حد من دول القاتل وتعرف من اول حلقتين الناس هتستمر لان المسلسل مش بوليسي. هو عبارة عن علاقات الناس دي. الناس دي اتحطوا في الموقف ده انت هتفضل لحد اخر المسلسل عايز تعرف هم اتقتلوا ليه مش مين اللي قتل. خلي بالك السؤال هنا في المسلسل اتقتلوا ليه رغم ان في جزء في مستشفى الامراض العقلية والعصبية وفي جزء بره. بس في مرضى جوه وفي مرضى بره. ده المسلسل هنا ان في مرضى بره ومرضى جوه. يعني ممكن اللي قاعد قدامك ده يطلع اصلا مريض اساسا وعامل فيها ممثل. يعني انت يعني احنا عايزين نقول للناس ان انت ممكن تبقى قاعد في المكتب اللي جنبك ممكن يكون مديرك نفسه مريض وطب روح البيت مع عفرتك ومجننك الصبح وجاي وبتاع وبيعمل معاك كده ليه مجنون. بس ما تعالجش محدش هيكتشف مرضه. وفي امراض بقى الناس بتكتشف الدكتور عادي يكتشفها وهيئته لازم تروح المستشفى. ده جزء من اللي موجود في حكايه الجريمه. فكره ان انا ورا الاحداث انا اقدر اقول لك ان انا ورا الاحداث. يعني ده اللي باين في المسلسل انك ورا الاحداث. لكن التوقعات دي هتفضل لحد اخر يوم. ما انا معنا حسب يعني ما انا شايف في المسلسل احنا كلها كام حلقه والناس هتعرف. يعني مش هنستنى للاخر هنحدد الحكايه في مين. دي